نشرة إخبارية جديدة على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. تعهدت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوافر واستيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية للانتخابات الرئاسية القادمة. وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري إن الهيئة ستقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي الانتخابات الرئاسية. وللمزيد من المتابعة والتحليل حول المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية المقبلة، ينضم إلينا الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. بداية دكتور طلعت، وبعد التحية، كيف تقرأ هذا المؤتمر الوطني وهذه النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها بعد اجتماعات الحوار الوطني والتي استمرت لمدة طويلة، وكان الحقيقة فيها مجموعة من النقاط الهامة والمقترحات والتوصيات التي ساهمت بالفعل في تعزيز العمل الحزبي والحراك السياسي في الشارع المصري؟ يعني طبعا النهارده المؤتمر الصحفي اللي احنا تابعناه كله ده مؤتمر بيتحدث بشكل واضح عن الهيئه الوطنيه للانتخابات، والهيئه الوطنيه للانتخابات هيئه مستقله طبقا للمواد 208 و209 و210 من الدستور المصري، ونظمها القانون الخاص بيها. والهيئه الوطنيه للانتخابات هي المعنيه من اول التحدث عن اي انتخابات او استفتاءات. الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكل من 10 من السادة القضاة متفرغين ومعهم جهاز تنفيذي على أعلى مستوى. الهيئة الوطنية للانتخابات معنية أن تتحدث عن الانتخابات والاستفتاءات منذ اللحظة الأولى مرورا بفتح باب الترشح، تتوقف تظلمات، بتعقد الانتخابات، بتبقى معنية بفرز وإعلان نتيجة. الهيئة الوطنية للانتخابات كل أجهزة الدولة بتساعدها وتدعمها في أداء هذه المهمة المهمة جدا. الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت على لسان يعني المسؤولين فيها اليوم أن بنطمن الشعب المصري كله أن الانتخابات ستتم بطريقة نزيهة وفيها شفافية كاملة، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات على مسافة واحدة من كل السادة المرشحين. الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت وبشكل صريح أنها لن تقبل التشكيك أو أي نوع من أنواع المهاترات أو البلبلة من بعض التيارات التي تحاول أن تشكل في العملية الانتخابية حتى قبل أن تبدأ. الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا أعلنت أن في طبعا مؤتمر صحفي سيتم يعني يوم 25/9 الإعلان على خريطة والخريطة الطريق اللي هتبدأ من أول فتح باب الترشح لمرورا بفترة الدعاية. أعلنت اليوم عن البنوك اللي هيحط المرشحين فيها المبالغ المخصصة للعملية الانتخابية.
ايضا الخط التواصل معاها، يعني هي خريطه الطريق كامله ولا تقبل اي تشكيك. طبعا احنا بنأكد والهيئه اكدت واحنا كلنا بنأكد ان احنا كلنا بنلتزم بنص الماده 87 من دستور مصر اللي هي حددت بشكل جلي ان المشاركه في الحياه العامه واجب وطني، وان المشاركه سواء في الترشح في الانتخابات او ادلاء الاصوات في الاستفتاء هو حق دستوري لكل المواطنين. احنا طبعا بنناشد كمجلس امناء الحوار الوطني ونأكد بعد نجاح الحوار الوطني واللي التفت فيه كل الاحزاب السياسيه وكل القوى الوطنيه على مستوى مصر، بنأكد انه جاء الاوان ان احنا كلنا ايضا نشارك وبشكل جيد وبشكل موضوعي في العمليه الانتخابيه، لا عزوف عن المشاركه، لان طبعا لك رايك وقول رايك وانت حر في رايك، ولكن يعني احنا بنقول للجميع خاصه شباب مصر الحر الواعد اللي احنا بنفخر بيه، ده اعلى منصب في الدوله وده اللي بياخد الدوله منصب رئيس الجمهوريه، فعلينا كلنا ان احنا نعلن كده ان احنا نخرج جميعا وندي باصواتنا بحريه كامله ومحدش هيأثر على حد، ولكن احنا كلنا نخرج. وديت رساله الهيئه الوطنيه للانتخابات يعني اكدت ان في شفافيه كامله، في ايضا كل التوعيه هتتم، والتوعيه احنا كمجتمع مدني وبصفه رئيس احد عام جمعيات الاهليه هنشارك في عمليه التوعيه للمواطنين، وهنعمل مبادره اسمها انزل شارك مصر الاهم، لان احنا بندعو كل المواطنين ان هم ينزلوا ويقولوا رايهم. ايضا اخواننا واصدقائنا ذوي الاعاقه في بروتوكول تم مع وزاره التضامن الاجتماعي مع معالي الوزير الدكتور نبيل الخباش برضه عشان نوقف تسهيلات فيهم. توعيه المواطنين دي دورنا كلنا، وده دور من الهيئه الوطنيه للانتخابات. الان طبعا الهيئه الوطنيه للانتخابات طبقا للقانون اللي بينظمها لها 26 اختصاص. فطبعا يعني بأكد وبقول وبعلن من هنا ان العمليه الانتخابيه في انتخابات رئاسه الجمهوريه ستتم تحت اشراف قضائي كامل، اي معنى انه لكل صندوق له قاضي. فاعتقد يعني صندوق يعني كل قاضي صندوق دي تؤكد شفافيه العمليه الانتخابيه كامله، ولا يوجد اي تشكيك ولا يوجد اي دعوه لاي نوع من انواع المهاترات. احنا طبعا وكمان الهيئه ستدعو كل منظمات المجتمع المدني الراغبه والمنظمات الدوليه لجاي تتابع عمليه انتخابات، وبرضه بأكد هي انه متابعه عمليه انتخابات وليس مراقبه عمليه انتخابات، هناك فرق كبير، هي متابعه وليست مراقبه. المرشحين من حق كل مرشح يبقى ليه مندوب في اللجنه من حقه سواء في اثناء العمليه الانتخابيه او اثناء عمليه الفرز او اثناء اعلان النتيجه. فاذا احنا نهور قولا واحدا انه عرس ديمقراطي، عرس ديمقراطي، والبيان اللي صدر من مجلس امناء الحوار الوطني بالامس بياكد انه ان الاوان لكل القوى السياسيه بعد نجاح عمليه او بعد نجاح الحوار الوطني نجاحا منقطع النظير، ان كل الناس قعدت على طاوله واحده، 65 حزب سياسي جم، قوى سياسيه مختلفه جت، فالنهارده جاء الاوان ان احنا كلنا نلتف حوالين العمليه الانتخابيه الرئاسيه، ويبقى ده صوت يعلن لكل العالم ان مصر تتمتع بديمقراطيه حقيقيه. ديمقراطيه حقيقيه، شروط الترشح موجوده، والدستور كان حريصا في مواده 141 و140 و142 اللي ادى فرص جيده لكل من يرغب في الترشح. وفي اليات وضعت انه من حق اي مواطن يرشح نفسه شريطه ان يحصل على توكيل او من 20 نائب من مجلس النواب او 25,000 مواطن من 15 محافظه على الاقل، بواقع 1,000 مواطن من كل محافظه على الاقل. اذا النهارده يعني العمليه الانتخابيه وشويه شروط، السن 40 سنه، يكون جنسيه مصريه، ليس هو وزوجته ووالديه، يعني شروط بسيطه وموجوده والدستور نص عليها. انا بطمن من خلال القناه ومن خلال القناه الاولى القناه المحترمه ان احنا النهارده لازم نتحول هذا الموضوع الى عرس ديمقراطي. ارجو ان احنا نرجع بعد ما كنا بالاستفتاء على دستور مصر والجموع الكبيره التي خرجت يعني تؤيد دستور 2014، ارجو ان يكون هذا المشهد، ارجو ان يقول ان المشهد ده بيقوي الدوله المصريه وبيعلن تماسك الدوله المصريه. تماسك الدوله المصريه شيء مهم جدا، احنا في مرحله لا تحتمل اي هزات، في مرحله المفروض كلنا نسعى لامن وسلامه هذا الوطن اللي احنا كلنا
اقسمنا على حمايته كنواب في البرلمان وكقيادات، ان احنا كلنا نلتف حوالين قيادتنا ونعمل جميعا ونكون على قلب رجل واحد لدفع الدوله ولدعم الدوله المصريه. واعتقد ده شيء مهم جدا، كل المصريين عندنا فرصه ذهبيه ان احنا نقول راينا في منتهى الاريحيه في منتهى الوضوح، واعتقد لن يتدخل شكرا احد لك. نعم. في شان العمليه الانتخابيه. نعم، شكرا جزيلا دكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني. وللمزيد حول إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات، معنا من قاعة المؤتمرات بمدينة نصر مراسل التلفزيون المصري كريم بابرس. كريم، هل لك أن تطلعنا على ما تم في المؤتمر الصحفي، وبشكل خاص أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الكثير من النقاط المهمة للغاية، على رأس هذه النقاط أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية خلال الفترة القادمة، والكثير أيضا من النقاط المهمة التي طرحتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى رأسها طبعا أنها ستتم تحت إشراف قضائي كامل، وأن الهيئة ستقف على مسافة واحدة من الجميع المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، بالفعل من مدينة نصر من قاعة المؤتمرات، حيث الإعلان الرسمي عن الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية في مصر عام 2024. الهيئة الوطنية للانتخابات قامت اليوم بهذا المؤتمر الصحفي لتعلن عن الاستعدادات التي قامت بها وعن الآليات التي يترشح بها الرئيس المصري القادم لمدة 6 سنوات من 2024 حتى 2030. بالطبع الهيئة الوطنية استعدت خلال الفترة الماضية باللوجستيات المختلفة، من أهم هذه اللوجستيات بالطبع هو الحبر الفوسفوري، تأكدوا من تواجد الكمية الكافية من الحبر الفوسفوري، أيضا أوراق الاقتراع في حد ذاتها، وتم أيضا وضع الصور لاستعدادية وجاهزية الأوراق في أماكن التخزين الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات، أيضا السواتر التي من خلالها يأتي الناخب للجنة الانتخابية الخاصة لوضع رأيه أو وضع قراره لاختيار رئيس بلده القادم، بعض اللوجستيات المختلفة التي تم بالفعل الإعلان عنها. ولكن أيضا كما ذكرتم فكرة الإشراف القضائي الكامل، هذه الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة ليس عليها أي نوع من أنواع السلطات فيما يتعلق بالإشراف على العملية الانتخابية. نتحدث عن حسب الهيئة الوطنية للانتخابات عن 10,085 مركز انتخابي سيقوم فيه المواطنين بالاقتراع واختيار الرئيس القادم. أيضا كان هناك بعض البروتوكولات التعاون لتيسير وتسهيل العملية الانتخابية، من أهمها بروتوكول التعاون مع البريد المصري لنقل اللوجستيات الخاصة بالعملية الانتخابية للمقار الانتخابية للسرعة أيضا والتيسير والتسهيل خلال عملية النقل. أيضا الاهتمام المباشر بالمواطن المصري وتحديدا ذوي الهمم بالتعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة وأيضا وزارة التضامن فيما يتعلق بدورات تدريبية ودورات توعوية، دورات توعوية للمواطنين بأهمية هذه العملية الانتخابية وأهمية العملية السياسية وأهمية المشاركة في هذه العملية السياسية الهامة. أيضا دورات تدريبية للهيئات الخاصة، الهيئات القضائية التي سيتم من خلالها الإشراف
على العملية الانتخابية دورات تدريبية مختلفة. كانت هذه نقطة. النقطة الأخرى خاصة بالتغطية والمتابعة الخاصة بالانتخابات. التغطية والمتابعة إما عن طريق الإعلام المحلي والإعلام الدولي أو حتى المنظمات التي من الممكن أن تتابع العملية الانتخابية. الإعلام المحلي والدولي تم توجيه رسالة خاصة للإعلام المحلي والدولي بسرعة قيد الصحفيين والمراسلين الذين سيشاركون في تغطية هذه الفعاليات أو هذه الانتخابات خلال الفترة القادمة. أيضا تم توجيه الدعوة للمنظمات المختلفة لمتابعة الانتخابات عن طريق التسجيل على الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات. أما بالنسبة للهيئات الأخرى التي ستأتي من بلاد صديقة أو بلاد أخرى لمتابعة هذه الانتخابات، سيكون هناك توجيه دعوات دبلوماسية لمتابعة هذه الانتخابات بعد دعوة الناخبين أو بعد دعوة المصريين للمشاركة في هذه العملية الانتخابية. هذه أيضا من أهم النقاط. أيضا وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات لرسالة لجميع وسائل الإعلام مكتوبة أو مرئية محلية أو دولية أيضا بالاهتمام بفتح المساحة الكاملة لجميع المرشحين للمشاركة بعرض برامجهم الانتخابية المختلفة، بالإضافة لفتح المساحة الكاملة أيضا الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين يشاركوا في هذه النقطة كريم. وبناء على ما ذكرت من معطيات مختلفة، أيضا أريد أن أتوقف عند نقطة في منتهى الأهمية. الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا أعلنت عنها اليوم في المؤتمر الصحفي أن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تتهاون بأي شكل من الأشكال يعني مع أي محاولات للتشكيك في عمل الانتخابات أو الهيئة الوطنية للانتخابات في يعني كل الأمور المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة. وهذا يعني بيرتبط بما ذكرته من مسألة الوقوف على مسافة واحدة مع جميع مرشحي الانتخابات القادمة، وأنه هناك إعلام محلي وكذلك أيضا إعلام دولي لكي يكون هناك نوع من أنواع الشفافية الكاملة في تغطية هذه الانتخابات الرئاسية. نعم بالطبع. كان هناك سؤال من أحد الحضور في هذا المؤتمر الصحفي اليوم عن كيفية التعامل مع الشائعات، كيفية التعامل مع من الممكن أن يفسد هذه العملية الانتخابية أو يحاول أن يفسد هذه العملية الانتخابية مع الشائعات، مع محاولين نشر الفساد بشكل أو بآخر. وضحت وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات من أن هذه الأمور سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم حسب اللوائح والقوانين، لأن يكون هناك لن تسمح الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر أي نوع من أنواع الشائعات، وسيتم محاربة هذه الأمور بالإعلان الرسمي. لذلك وضحت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن بعدم تداول أي معلومات خاصة بالانتخابات إلا عن طريق الموقع الرسمي أو الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات. وكان هذا جزء من التوجيه أيضا لوسائل الإعلام المختلفة إما عن طريق المسافة الواحدة، وأيضا عدم نقل أي معلومات عن الهيئة الوطنية إما عن طريق الهيئة الوطنية في حد ذاتها أو الجرائد الرسمية التي تم الإعلان عنها اليوم، إما الجريدة الرسمية وهي الأهرام أو أخبار اليوم كما ذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات. الأماكن التي من الواجب على كل من يريد أن يغطي هذه الانتخابات أن يستقي معلوماته من الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات أو الجرائد الرسمية التي تم الإعلان عنها اليوم. هذه نقطة. أيضا هناك وسائل أخرى للتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات تسهل وتيسر على المواطنين معرفة أماكن الانتخاب الخاصة بهم، إما الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، وأيضا رقمين للتواصل وهو 141 و 51 51. هذان الرقمان للتواصل من المواطنين للهيئة الوطنية للانتخابات لأيضا معرفة أماكن الانتخاب وأيضا آليات الانتخاب وكيفية أيضا التعامل مع الدخول للجان والخروج من اللجان وأيضا التعامل مع الحبر الفسفوري وغيرها من اللوجستيات المختلفة الخاصة بالانتخابات الرئاسية القادمة بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا كريم بابرس، كنت معنا من مقر انعقاد المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات. شكرا جزيلا على هذه المشاركة. We'll be right back.
وللمزيد أيضا من التحليل والمتابعة ينضم إلينا الأستاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد. بداية وبعد التحية، قراءتك للمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات الذي انعقد منذ قليل، وأيضا مشاركة حزب الاتحاد في الانتخابات الرئاسية المقبلة. أهلا بك يا فندم. أهلا بك والسادة المشاهدين. نعم أستاذ أهلا بك يا فندم. أنا سامع حضرتك. نعم، يعني كنت أسألك عن قراءتك للمؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ قليل للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأيضا خطة الحزب واستراتيجية الحزب للمشاركة في هذه الانتخابات. خليني أقول لحضرتك أنه طبعا الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها هيئة مستقلة تماما وفقا للقانون والدستور، هي اللي بتختص بالعملية الانتخابية منذ بدايتها إلى إعلان من الفائز في هذه الانتخابات، فهي المسؤولة كاملة عن هذا الملف. والشعب المصري هنا ليه دور كمان، أنه لازم يقوم بدوره وواجبه عشان يستكمل طريق التنمية والاستقرار والأمن الذي حدث في مصر وفي الجمهورية الجديدة. من هنا الهيئة الوطنية أعلنت عن تعهدات مهمة جدا، التعهدات دي بتطمئن الشعب المصري، بتطمئن كافة المشاركين في العملية الانتخابية. التعهدات إنه الهيئة الوطنية بتكفل إعمال حق كامل لكل المرشحين، وإنها بتقف على قدم المساواة بين كافة المرشحين وعلى مسافة واحدة. إن الانتخابات هتقام بشفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي مستقل ووفقا للمعايير القانونية والدولية. إنه المرشحين هيسمح لهم بمندوبين داخل لجانهم، وإن المرشحين هيكون لهم مندوبين أيضا في لجان الفرد، وده شيء مهم جدا. هيسمحوا للمجتمع المدني سواء الوطني أو الدولي إنه هو يتابع ويحضر العملية الانتخابية منذ بدايتها. تأكيدا برضو الهيئة أكدت وتعهدت إن فرص كل المرشحين فرص متساوية في عرض برامجهم الانتخابية ومقترحاتهم أمام الشعب المصري، وإن الهيئة ليس لديها أي انحيازات إلى أحد، ولكن هي هيئة ذات حياة تام بتهدف إلى إتمام العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية بشكل يتوافق مع القانون والدستور، وبشكل فيه شفافية وفي مساواة لكل الأطراف العملية الانتخابية. وأعلنت بعد التعهدات، دي كانت أهم حاجة في البيان، لأن التعهدات دي هي اللي بتعمل طمأنينة داخل المجتمع المصري، لأن المجتمع المصري لو ما شعرش بالطمأنينة مش هيشارك، فهو العملية الانتخابية من غير المشاركة أصبحت مالهاش قيمة، فكانت التعهدات دي. نعم، يعني سيد رضا، يعني أعتقد أن الأحزاب السياسية أعتقد لها دور كبير الآن، خصوصا بعد جلسات متعددة تم الاجتماع بها في جلسات الحوار الوطني لتعزيز الحراك السياسي وأيضا تفعيل العمل الحزبي في الشارع المصري. يعني قراءة حضرتك لهذه الفترة الهامة بالنسبة لحزب الاتحاد؟ حزب الاتحاد احنا طالما طلبنا في الحوار الوطني كنا دايما طلباتنا كلنا كأحزاب بنقول عايزين الانتخابات يبقى فيها تعددية، الانتخابات تبقى فيها شفافية، الانتخابات يبقى كله على قدم المساواة، المرشحين يعلنوا برامجهم عشان نقدر نختار بين تعدد. كل الامور دي طلبناها في حوارنا الوطني كحزب الاتحاد، وطلبنا انه يبقى فيه حياديه تامه، وان كل مؤسسات الدوله تبتعد عن العمليه الانتخابيه ولا تنحاز الى احد. وبالفعل النهارده التعهدات دي اكدت جزء من مطالب، مش جزء، عايز اقول جزء كبير يعني، من مطالبنا داخل الحوار الوطني. حزب الاتحاد كان رؤيته انه علشان ننتقل الى الجمهوريه الجديده في ظل ممارسة للديمقراطية ديمقراطية لدولة مدنية حديثة، كان يجب أن الهيئة الوطنية تعلن هذه التعهدات وتأكدها علشان تتوافق مع كل متطلبات القوى السياسية والأحزاب السياسية.
حزب الاتحاد كان في جلساته في الحوار الوطني ولقاءاته العديدة كنا دايما بنؤكد انه يجب ان يكون هناك تعددية، يجب ان يفتح المجال ويفتح سقف التعبير وسقف للمرشحين لاعداد البرامج والمؤتمرات والندوات وعرض افكارهم ورؤاهم علشان الشعب المصري يبقى شاهد على العملية الانتخابية. العملية الانتخابية عايز اقول لحضرتك الرقيب عليها مش المجتمع المدني والمؤسسات الأجنبية خالص ولا الإشراف القضائي رغم احترامي ليه، الرقيب الحقيقي على العملية الانتخابية هو الشعب المصري. الشعب المصري هو اللي بيقدر يفعل العملية الانتخابية ويقدر يقيمها ويقدر ينجحها، لأن بعدم وجود الشعب المصري بالمشاركة ومراقبته وتواجده فيها مش هيبقى لها قيمة. نعم. يعني الإشراف القضائي هو إشراف قضائي بس إداري في النهاية بينظم العملية الانتخابية، يضمن شفافيتها، يضمن المساواة، يضمن عدم وقوع مخالفات، وإذا في مخالفات يوقع الجزاء باعتباره جهة حاكمة، ولكن في النهاية الشعب المصري هو الصاحب الأصيل للرقابة على هذه العملية الانتخابية وفعالياتها وجزئياتها وإنه يختار من بين المتعدد. وعشان كده حزب الاتحاد دايما كان بيقول لازم المجال يتفتح، لازم السقف يتفتح. وصلت الصورة السيد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، شكرا جزيلا لك. في وقت لا يزال يعاني فيه الشعب السوداني الشقيق من الكارثة الإنسانية التي حلت عليه باندلاع الصراع العسكري، وتكرر مصر تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة، وستواصل جهودها لمساعدته وتمكينه من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة، إذ إن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وجغرافية ممتدة مع السودان، وتولي اهتماما خاصا لأمنه واستقراره باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي. فلم تألو مصر جهدا منذ اندلاع الأزمة في الوقوف إلى جوار السودان بكل إمكانياتها من خلال محاولة نزع فتيل الأزمة والحفاظ على أمن السودان الشقيق ووحدته واستقراره، والتفاعل مع مختلف الأطراف السودانية الفاعلة والشركاء الإقليميين والدوليين المؤثرين، خاصة في إطار قمة دول جوار السودان الأكثر تأثراً بالأزمة. وقد خلص هذا الجهد إلى بلورة خطة عمل لمعالجة الجوانب السياسية والعسكرية والإنسانية للأزمة، لا سيما فيما يتعلق بمجالات رعاية جرح الحرب المدنيين ودعم المؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها من المؤسسات التي تقدم المساعدة للفارين من الحرب في دول الجوار، ودعم إنشاء مستودعات للأغراض الإنسانية في دول الجوار لضمان وصول الإمدادات الإغاثية للمواطنين داخل السودان وخارجه. كما حرصت مصر على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة وفتحت أبوابها أمام النازحين السودانيين، فاستقبلت حتى تاريخ اليوم 310 ألف سودانيا شقيقا، وبذلت مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني المصري جهودا مضنية من أجل تقديم الدعم الإنساني والطبي والنفسي للوافدين وتلبية احتياجاتهم. وسوف تواصل مصر الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة تجاه الوافدين من السودان وغيرهم ممن تستضيفهم على أراضيها. سيدات والسادة، لا ينبغي أن تتحمل دول الجوار وحدها وطأة تلك الأزمة، فاستنفاذ موارد تلك الدول ومفاقمة الأعباء والضغوط التي يتعرض لها قطاع الخدمات العامة بها من شأنه أن يزيد من هشاشة المجتمعات المضيفة بها ويخلق تنافساً على الموارد وفرص كسب العيش على نحو قد يهدد التعايش السلمي ويدفع إلى حركات الهجرة غير الشرعية. ولذا يظل التقاسم المنصف للأعباء والمسؤوليات الحل الأوحد لتخفيف الأعباء الواقعة على كاهل تلك الدول وللتعامل مع أزمة النازحين بشكل فعال ومستدام
لا سيما في ظل غياب آفاق واضحة للحل، كما نتطلع لتلقي مزيدا من الدعم من مختلف الوكالات الأممية العاملة في النطاق الإنساني لمعاونتنا الاطلاع بهذه المسؤولية، ونناشد على ضرورة تضافر الجهود الدولية باعتباره أمرا ملحا من أجل سد الفجوات التمويلية القائمة ووفاء الدول بتعهداتها المالية. فعلى الرغم من الإعلان خلال المؤتمر الوزاري الدولي الذي عقد في يونيو الماضي عن تعهدات بلغت 1.5 مليار دولار، لم يتم الوفاء سوى بنسبة ضئيلة منها، ولم تتلقى الوكالات الأممية سوى 34 مليون دولار من أصل 126 مليون دولار تم تخصيصهم لمصر، وذلك في الوقت الذي تقدر فيه تكلفة استضافة 250,000 سوداني بحوالي 450 مليون دولار سنويا. ختاما، أشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته وحشد الدعم اللازم للتعامل مع الأزمة السودانية بمختلف أبعادها، كما أجدد التزام مصر بمواصلة دعمها الثابت للسودان ومساعيها الحثيثة للتهدئة واستعادة الأمن والاستقرار. وستواصل مصر جهودها لتعزيز التعاون بين دول الجوار والحكومة السودانية ووكالات الأمم المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية وتسهيل عبورها وتوزيعها وتعزيز صمود واستقرار المجتمعات المتضررة، سعيا إلى تخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق والمجتمعات المضيفة في دول الجوار. وشكرا. تابعنا معا مشاهدينا الكرام كلمة السيد وزير الخارجية سامح شكري خلال الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذي أكد فيه على تضامن مصر الكامل مع السودان وشعب السودان الشقيق، بالإضافة أيضا إلى التطلع للمزيد من الدعم من الوكالات الأممية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي بهدف إعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة لإقرارها من البرلمان في الأول من أكتوبر المقبل. وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي على أن الدولة بهذه القرارات تكون قد تدخلت بأكثر من حزمة حماية اجتماعية استثنائية في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسب التضخم، وذلك حرصا على صالح المواطنين. وقال رئيس الوزراء إن القرارات تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم على مراعاة البعد الاجتماعي والسعي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الآثار التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة. وخلال الاجتماع استعرض رئيس الوزراء المخطط النهائي لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأرمان، والذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع رولينج بلاس لتصنيع الإطارات، وذلك على مساحة 400,000 متر مربع باستثمارات 1 مليار يورو تنفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يستهدف هذا المشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل باستثمارات 1 مليار يورو وبطاقة إنتاجية تصل إلى 7 ملايين إطار سنويا عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل، وذلك من أجل توطين عدد من القطاعات الصناعية وتوفير احتياجات السوق. شاء
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع بروتوكول التعاون بشأن تطوير منظومة المعلومات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإنشاء منصة جيو مكانية لحوكمة منظومة التصرفات وحصر الملكيات. ويستهدف بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تطوير منصة تكنولوجية متكاملة لتنظيم وإدارة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمواطنين والمستثمرين. وتشمل هذه الخدمات التصرفات أو التعاقدات أو التحصيلات بداية من تقديم الطلب وإرساله للهيئة ثم العمل عليه من قبل موظفي الهيئة من خلال نظام يدير دورات العمل وإتمامها والربط مع الجهات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية إلكترونيا. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة شراكة بشأن التعاون المشترك لتحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بين 10 جهات، وذلك من خلال مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات في مصر بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا لتنفيذ هذا المشروع. تستهدف مذكرة الشراكة من خلال مشروع استخدام تقنية النظام الرقمي للمعلومات إلى تحسين إمكانية وصول الأشخاص إلى المعلومات، خاصة الذين يعانون من صعوبة قراءة النص المطبوع بما في ذلك صعوبة القراءة البصرية أو الجسدية أو العقلية. ذكرت الخارجية الفلسطينية أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة والتي كان آخرها استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح تعد ردا إسرائيليا رسميا على دعوات إحياء عملية السلام في المنطقة. وأدانت الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال الإسرائيلي مؤكدة أنه يتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ما يشبه ساحة الحرب. كما أشارت الخارجية إلى أن اقتحامات الاحتلال واعتداءاته على أبناء الشعب الفلسطيني هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع. أدان البرلمان العربي العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين وغزة واصفا إياه بالإرهاب الممنهج الذي يؤدي إلى مزيد من العنف والتصعيد بالمنطقة. حمل البرلمان العربي الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن عدوان وجرائم جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، منددا بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والجرائم اليومية بحق الفلسطينيين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قال إن معظم الطرق في مدينة درنا وحولها تدمرت بسبب السيول. وخلال مؤتمر صحفي أضاف المسماري أن عملية التعرف على الجثث ودفنها مستمرة في درنا ومناطق أخرى. هناك بلاغات عن مفقودين الآن في كل المناطق، وهناك آخرين تم دفنهم بدون التعرف عليهم، ولكن النيابة العامة ووزارة الصحة قامت بإجراءات قانونية وتم التوثيق يعني تصويرهم وتم دفنهم. يعني هم الآن قد يكونوا في تعداد المفقودين وقد يكونوا في غير تعداد المفقودين، ولكن سنعطيكم الذين وصلوا إلى المستشفيات وتم توثيقهم وتم دفنهم. حتى وأنا طلعت اليوم من درنا تقريبا الساعة 1 بالضبط في الظهر، إحصائية الساعة 1 هذا غير اللي دفنهم على الظهر اليوم، العدد زاد تقريبا، ولكن الساعة 1 بالضبط البلاغ يحمل 3332 قتيل من هذا الإحصار، نحتسب عند الله من الشهداء تم دفنهم 3332.
طبعا هذا لا يشمل العدد الذي دفن ما بعد الساعة يعني 12 و11 أو ساعة واحد، لأن هذا لم يصل إلى لجنة الإحصاء بعد. تقريبا وصل بعدي وأعلن على 3300 تقريبا و51 مثل ما جاء في مؤتمر الحكومة قبل قليل. أعلن الانفصاليون الأرمن في ناغورنو كاراباخ الموافقة على شروط وقف إطلاق النار الذي اقترحته قوات زار وفد من طلاب مبادرة فاليو من الأكاديمية الوطنية للتدريب قرية سيتس الأمراء، وذلك بمركز بيبا بمحافظة بني سويف. شملت زيارة تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي افتتحها الرئيس السيسي خلال زيارته للمحافظة في مطلع الأسبوع الجاري. وشملت زيارة الميدانية للطلاب زيارة مجمع الخدمات الحكومي ومجمع المدارس ومركز طب الأسرة ونقطة الإطفاء والإسعاف. المشروعات اللي تم الانتهاء منها واللي تم افتتاحها في وجود وحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هنا على أرض سيتس، وفي الحقيقة شافوا عظمة وعراقة المشروعات اللي تمت هنا على سيتس بأيادي مصرية خالصة، وكمان شافوا المجمع الخدمي اللي هو يعتبر أيقونة حياة كريمة اللي بيشمل مركز تكنولوجي ومكتب بريد ومكتب تموين وشارع عقاري وسجل مدني وكمان مقر للوحدة المحلية ومقر للمجلس الشعبي المحلي. شافوا قد إيه هنا المشروعات اللي هي زي المركز الطب الأسرة طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، في نقطة شرطة موجودة، في نقطة إسعاف. النهاردة احنا في مبادرات حياة كريمة في قرية سودس ببني سويف، وحقيقة احنا منبهرين بإنجاز اللي عمله سيادة الرئيس وعملته حياة كريمة في مؤسسة عظيمة زي ديت. احنا فعلا ممتنين ومنبهرين. شايف المجمع السكني هنا والمدارس والخدمة السكنية ومجمع خدمات المواطنين حاجة على أكمل وجه. أنا شايف اللي كل حاجة هنا منظمة وكل حاجة زي حاجة جميلة جدا. الصراحة أنا مبهور جدا، ما كنتش متوقع أن أنا ممكن أشوف الجمال ده في قرية. مركز الخدمات ومجمع والمدارس كل دي كانت على أعلى مستوى، تجهيز مدينة مش تجهيز قرية، وكمان أنا شفت أن الناس هنا تعامل معنا أحسن معاملة. انطلقت في قرية أم الحويطات بمحافظة البحر الأحمر أعمال القافلة الطبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. قامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لأكثر من 100 حالة بمختلف التخصصات الطبية، واشتملت القافلة على عيادات الجراحة والبطنة والأطفال والأسنان والنساء والتوليد ومعمل الدم والطفيليات، فضلا عن صرف الدواء للمواطنين بالمجان. يعني احنا بنقدم الخدمات القوافل العلاجيه في محافظه البحر الاحمر في جميع مدن وقرى محافظه البحر الاحمر من حديربة جنوبا لحد راس غارب شمالا، والخدمات اللي بنقدمها في عياده الجراحه وجميع العيادات الموجوده مجانيه. قيس الضغط وقيس السكر وناخد علاج مجاني، ونشكر الرئيس رئيس الجمهوريه السيسي. فخورين جدا وبنشكر سياده القياده السياسيه وعلى راسها رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي، اللي هو المجهود اللي بيقوم به من اجل صحه المواطن في حياه كريمه، وبناخد علاجنا بالمجان وبنقص ضغطنا وبنقص سكرنا وبناخد كل العلاج، وربنا يدوم عليها الصحه والعافيه. وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، تحية لكم وإلى اللقاء.